أهلا وسهلا بكم في التغطية اليومية من برنامج صناعة مستثمر ناجح وأنا محدثكم زياد الدين مدرب مركز ويز التدريب والتطوير واليوم احنا موجودين في اليوم رقم 12 من هذه التغطية في البداية ومثل ما نعلم أن المحتوى التعليمي موجود كله على Wealth Center فبالتالي يمكن لك أنك تستعمل هذا الموقع أو هذا الرابط الذي يظهر في الأسفل WealthCenter.net ويمكن لك أن تدخل داخل الموقع وتشوف كل الخيارات التعليمية اللي موجودة هناك وكالعادة مثل ما عودناكم لدينا أداة سبيشال أننا نغطو بها هذه المسابقة ويمكن نفتح من على ماتريكسي اي كومبيتيشن ونستقرا المعلومات مع بعض او نستقرا الاداء مع بعض وكالعاده احنا بنغطي دائما الليدر بورد او من هم افضل عشرة متداولين موجودين في المسابقه حاليا مثل ما نرى شعيب من الجزائر يصعد للمرتبة رقم واحد بأداء 206% قبل أنني أبدأ يمكنني أنني أقول أنه اليوم صراحة شيء دراماتيكي في الأسواق المالية بحيث أن كل شركات التكنولوجيا تقريبا قاعدة تخسر ومو تخسر فقط قاعدة تخسر في ارقام محترمه لاحظ انه تيسلا ناقص 11% ابل جوجل ميتا امازون انفيديا أم فبالتالي وحتى يمكن انك تشوف بالترتيب على اليسار كيف الشركات فجاه سوت بوش داون يعني انطلقت باتجاه الاسفل لاي سبب من الاسباب فهذا غير الخريطه بتاع الليدر بورد خاصه للاشخاص اللي كان عندهم صفقات للباي نقرا مع بعض اداء شعيب واللي بنشوفوا اداؤه او لاحظنا اداؤه كذا مره وان كان يمتلك بعض الانكسارات في الاداء ولكن بنشوفوا انه استغل بطريقه جيده جدا هاي الحركات اللي على الاسواق الماليه واصل حاليا الى 206% أداء غيرنا الميكروفون حاليا في حال ان الميكروفون او الصوت واضح يرجى فقط استعمال كيو اند اي واكتب لي هناك ان الصوت واضح ناقص 11000 وورست تريد بالنسبه الى 8400 بست تريد نوعا ما يتحمل بعض المخاطره في سكالبين ولكن الامور تمام 206% نسبه اداء من راس المال الاساسي على 86% الصفقات. فهذا هو التوب وان وهو شعيب، معنا محمد كذلك في المركز الثاني من الامارات العربيه المتحده متفائل كذلك بك يا صديقي محمد الاداء اكسبلوجن في اخر مرحله وهذه تقريبا كلها استغلال لما يحدث حاليا في الاسواق الماليه. لاحظنا أنه الأسهم بدأت تنزل لاحظنا أنه القوت بدأ يصعد مرة ثانية بعد النزول فبالتالي فيه كثير أشخاص متداولين جيدين بيستغلون هاي الأداء أو تحركات الأسواق الحالية ناقص 5000 دولار إلى 47000 ألف كأفضل تداول وأسوأ تداول من مئة صفقة فبالتالي نتمنى لك توفيق أدائك جميل جدا عبد العاد عبد العالي من المغرب كذلك موجود بطريقه الفوليوم بروفايل حزمه الاوردر فلو في التداول فبنشوف انه حصل على اكسبلوجن عالي في الاداء بتاعه استغل صفقات في هذا المجال تقريبا من 22 جولاي حاليا 24 جولاي الاداء بتاعه آه ثابت إن صح التعبير ونقول أن نسبة نجاح صفقات 58% ولكن الريسك تو ريورد بتاع الصفقات عالي جدا بمعنى إذا خاطر هو ب 20 حيربح في مكانها 80 يعني تقريبا عنده ريسك ريورد 1 تو 4 مقابل 1 دولار يخسره ويمكن أنه يربح 4 دولار فلهذا حتى بنسبة صفقات ناجحة 58% هذا يأهل أنه يحصل على 86% من البالانس الأساسي ماد بانز هو كذلك في المرتبة الرابعة من المغرب ماد بانز كذلك معروف أنه أنتراداي بوك ماب أند أوردر فلو بحافظ على الأداء بتاعه أظن توقف عن التداول منذ 18 جولاي أه نفذ عشرة تداولات جميله كلها كانت صحيحه 100% اظن انه عمل بوزيشن لنفسه في التوب 10 ليدرز يعني مرات في المسابقات بيكون فيه اشخاص فقط يضع نفسه في بنسبه مئويه جميله زي 81% هذه وحدها تاهله انه بيكون في التوب 10 وهي استراتيجيه من الاستراتيجيات الجميله جدا لربح المسابقات يعني انت تعمل تداولات يحصل على أرباح ما تزيد عدد من التداولات فقط تمسك آه، ذلك الأداء عائشة كذلك موجودة في المرتبة الخامسة آه، عائشة موجودة في المرتبة الخامسة وبعد حصلت نوعا ما على بيج دروب آه، للأسفل ماتريك سي آي تابع جميع الأداء أو جميع الصفقات اللي موجودة آه، صحيح أن صفقاتك يا عائشة نسبة نجاحها ثمانية وتسعين ولكن انت بتعملي هولد للريسك يعني لما يمشي الماركت ضدك انت ما تستعملين ستوب لوز واضح وهذا هو اللي بنركز عليه اليوم محتاجين خاصة اننا البارح غطينا وتداولنا وقمنا بندخل على صفقات فبالتالي ولاحظت البارح انه الماركت رجع بقوة في اخر الدقائق من التغطية فبالتالي اليوم ناقشوا هذا آه يعني الشيء آه نوعا ما ورث تريد تحملتي فيها 190 الف دولار اكيد حاليا ما زلت 70% نسبه اداء بتاهلك انك تكوني في المرتبه الخامسه ولكن احذري جدا انها تتكرر هذا الانزلاقات للاسفل من اللازم انه الواحد يحذر من هي الانزلاقات أسماء كذلك في المرتبة السادسة من الإمارات العربية المتحدة الأداء بتاعها ثابت ما شاء الله عليها صفقات بتاعها صفقات بتاعها 28 صفقة أفضل صفقة 15 دولار وأسوأ صفقة 1 دولار بالنسبة للبرسنتج من مبلغ التداول الأساسي لديها 56% فهذا ما نقصد به أنه ماتريكس أي تابع الأداء على حساب الأرباح لا يهم أنك تربح هنا مليون دولار المهم أنك تربح أو كم ربحت نسبة مئوية لرأس مال الذي دخلت وتداولت عليه فبالتالي يمكن نشوفه أن الانيشال بالانس هنا كان وستة وتسعين دولار ولكن استطاعت أنها تصنع ستة وخمسين بالمئة من الانيشيال بالانس كارباح نتمنى لها التوفيق سيف يجي كذلك صاحب الخمسه عشر سنه او الثلاثه عشر سنه تعرفنا عليه في هذه المسابقه وما زال يحتفظ باداء جميل جدا في التداولات بتاعه بعد ثلاثمائه وثمانيه وسبعين عمليه سكالب اربعه وتسعين بالمائه اربعه وخمسين بالمائه فبالتالي اتمنى انك تظل معنا في التوبتان على اساس تعطينا يعني دائما بنريد اننا بنشوف نيو جينيريشن او الجيل الجديد كيف يستلم العمليه بتاع التداول وكيف يكون اداؤه في التداول كوننا اصبحنا شياب ان صح التعبير احمد الشيخ كذلك من مصر ينضم الينا ويسيطر على بشكل مباشر على المرتبه الثامنه يدخل التوب 10 اظن في اوكي 3 جولاي 24 جولاي ويوصل الى اداء ب 50% اعجبني البايو يتعامل مع الجيكسو والاوردر بوك فيه نوع معين من المتداولين يتداولون على ما يسمى بكتاب الاوامر كتاب الاوامر هو نفس كتاب البورصة اللي تدخل عليه الأوردرات يعني أنت لما تطلب شراء أو تطلب بيع كلمة أوردر يظهر في هذا الكتاب ولما تقوم بتنفيذ عمليات أجريسيف ماركت أوردر كذلك يمكن أنها تظهر في تايم سيل أو في الهيستوري بتاع هذا الكتاب الأوردر بوك يعتبر طريقة أدفانسد في التداول وهي طريقة خاصة بسكالبين أكثر فبالتالي أحمد الشيخ يستعمل هذه الطريقة يمكن مستقبلا نغطي جزء من هاي الطرق اللي موجودة هنا وهو كذلك صديقي يعني من مصر في الأساس فمرحبا بك معنا يا أحمد الشيخ تداولاته 16 عملية تداول 81 worst trade 6400 أو 6400 best trade فإلى حد الساعة ما عنده ولا صفقة خاسرة وما عنده مارجن محجوز يعني ما عندوش صفقات مفتوحة حالياً مرحبا بك معنا أحمد الشيخ محمد السعدي كذلك غطينا محمد السعدي من قبل وكان موجود دائماً في الطوبتان ولليوم موجود كذلك في الطوبتان الأداء بتاعه مميز أه تقريباً عند وقت ما تداول محمد السعدي ومحافظ على نفس الأداء اللي غطيناه البارح وقبل البارح مئة بالمئة من وحدة وخمسين صفقة على نسبة نجاح 42% سالم الكعبي في المرتبة رقم 10 وكذلك عامل هولدين لتريد ولكنه متداول اليوم على الساعة السادسة مساء أربعة صفقات بتأهلوا إلى 21% آه. اوكي التداولات بدات في الـ 15 جولاي بيقول انه آه بيحب او ي... يحب انه بنفذ صفقات سوينغ معناته صفقات طويله نوعا ما في الحلال ستوكس يعني دائما هو يهتم بنوعيه الشركه اذا الشركه تشتغل مثلا في قطاع الكحوليات مثلا او قطاع التبغ مثلا فيمكن انه ما يميل انه يستعمل هذه الشركه في اي او يستعمل اي عمليه تداول على هذه الشركه هو يميل للشركات الحلال كالشركات التكنولوجيا و سولوشن uh, الذكاء الاصطناعي البيع بالتجزئه uh, الاغذيه البيلز الهيلث كير الطيران فهذا هو شغله وهذا هو التغطية الأساسية بتاع توب 10 يريد فقط أنكم تحدثوا الأعلام بتاع الدول حتى نعرف من وين السيطرة ما زالت 1 2 3 4 5 سيطرة إماراتية بحتة تريها المغرب معانا عبد العالي اند بانز ثم مصر والجزائر واحد لواحد شعيب اند احمد الشيخ وسالم الكعبي اظن كذلك انه من الامارات بمجموع ست اماراتيين في التوب ما شاء الله تبارك الله فباست تريد مازال النازداك والجولد والسيلفر يعني كل الشغل تقريبا في البيست تريد مبني على النازداك والجولد هما يعني اصول ماليه عاليه الفولاتيليتي وتتحرك بقوه أه الجولد مازال اكثر اصل مالي تم تداوله في هذه الكومبيتيشن يليه النازداك ثم يليه أه الاويل فلهذا احنا محتاجين اننا نغطيهم بشكل أه افضل واقوى كيف تضع الصوره بتاعك كيف تضع البايو بتاعك كيف تضع العلم الدولة فقط ماي بروفايل ايديت بروفايل ويمكنك انك تبدا تغير في هاي المعلومات الاساسيه نقول كذلك انه المرحله التجريبيه حاليا انتهت ولكن لدينا جديد حنعلن عليه قادما او في قادم الايام ان شاء الله المسابقه ستصبح مسابقه شهريه باذن الله تعالى حيكون فيها جوائز إضافة للجوائز التي عاهدتموها سيكون جوائز من نوع خاص فبالتالي نراكم إن شاء الله مع هذه التحديثات يمكن لك لأن انطلاقا من الأسبوع هذا الأسبوع يوم الجمعة تنتهي مرحلة الحساب التجريبية ونبدأ مع بعض في التنسيق والدخول إلى مرحلة الحسابات الحقيقية فبالتالي تواصل مع الدعم يمكن لك أنك تحصل على العديد من الحسابات الحقيقية التغطية راح تتوقف وتصبح فقط مخصصة خصيصا للحسابات الحقيقية كذلك بحيث أننا نتوقف عن رفع الفيديوهات في اليوتيوب والتغطية بشكل عام على الحسابات التجريبية هذه ثلاث أسابيع من الحسابات التجريبية انتهت فلهذا دائما نقول تداول فورا نبدا التداول على الحساب التجريبي لانه بتكون هنالك اوبورتينيتي او فرصه بتتعلم انت لازم تستغلها اذا بقيت تتفرج فيها حتفوتك الفرصه هذه ما راح تستفاد شيء وانا نتكلم مع المبتدئين ثلاثة أسابيع من الحسابات التجريبية أو فترة الحسابات التجريبية انتهت فاللي بيفرح حاليا هو من تداول ومن جرب أنه يتداول في الحسابات التجريبية ويحصل على هذه الافكار والتجربه ويسال ونجيب ونجاوبه يعني في التغطيه شيء اخر للاسف ولكن الشهر القادم يمكن بتكون عندنا كذلك مسابقه جديده وكذلك بيكون فيها حسابات تجريبيه ستحصل على شهر مجاني داخل قناه التنبؤ وهذا مهم لك خاصه اذا انت بتضع خطواتك الاولى في هذا العالم الشهر المجاني لك يساعدك بشكل يعني كبير انك تشوف تنبؤات تشوف قراءات معينه وتستغلها لصالحك اكيد في الاخير ونشوف كذلك انه الناجحين يتاهلون كحسابات نسخ اوكي من نجح راح يتاهل كحسابات نسخ معانا ونشوف كذلك يمكنك تجهيز حسابك حسابك الحقيقي لان يعني يجب عليك ان تجهز حسابك الحقيقي على اساس نبدا نداوله مع بعض ونبدا في الرجوع الى الاسواق الماليه أه. اوكي هذا يمكن مشكل محتاج انني نعيد نطلب التحديث من الاكس ستيشن إذا في البداية دعونا نتكلم على أنه اليوم شهدنا عملية دروب عملية سقوط كانت very aggressive للأسهم الأمريكية لاحظ أنني من على ماركت analysis يمكنني أن يعني نطلب الهيت ماب بتاع الأسهم الأمريكية التحركات بتاعها خلال يوم واحد ويمكن أنني نقرأ هاي النسب المئوية حتقول لي بعدين إيش معنى ناقص 4.7% لشركة جوجل انت هنا محتاج تعمل عملية بسيطة جدا وهي انك بتحضر معاك الكالكيليتر او الالة الحاسبة اين هي الة الحاسبة فبالتالي لما نقول انه نزل هذا السهم اربعة فاصل ستة بالمئة اربعة فاصل ستة على مئة بتعطيك سيفر فاصل اربعة ستة 4.6% من شركة قيمتها السوقية ثلاثة تريليون دولار، ثلاثة تريليون دولار هي ثلاثة الاف مليار دولار، فبالتالي لما تعمل ايكول تعرف أن الشركة خسرت مئة مليار دولار في يوم واحد، مو حتى يوم واحد، اذا الاسواق تفتح على الخامسة ونصف بتوقيت دبي. لدينا السادسة ونصف لدينا السابعة تقريبا تو hours يعني من عملية التداول والشركة خاصة كل هذا الكمية العالية ميزانية الدول خسرتها هذه الشركة فلهذا دائما لا تستهن بهذا الأربعة والثلاثة بالمئة اللي موجودة في الأسهم الأمريكية الكبيرة دائما يجب أن تكون عندك نظرة أقوى بحيث أنك تعرف أن هذا النزول قوي جدا آه، وكيف يمكن انك تتعاون او تتعامل معه وبما انه هاي الاسهم هي المشكل الشيء الاساسي اللي موجود على مؤشرات الاسهم لان مؤشرات الاسهم تحسب نفسها انطلاقا من هذه الاسهم فبالتالي بنشوفوا انه اليوم النازداك آه، راح الى الاسفل وهنا مضطر انني انني كنا نتكلم على الصفقه هذه نغلقها يعني كانت تقريبا صفقة شورت من هنا إلى هنا نغلقها ما نريد أن نتكلم على الصفقات ولكن يمكن نشوف تأثيرات نزول الأسهم على الأسواق المالية بحيث على طول شفنا أن النازداك ينزل داو جونز ينزل الاس بي 500 ينزل هو كذلك فهذا هو تأثيرات ستوكس على الأسواق المالية ومثلما لاحظنا أنه كان هنالك كلام من قناة التوقعات وكيف يمكن أنها بتساعدنا قناة التوقعات في هذه النقطة بالذات لو نشوف مع بعض ونفتح قناة التوقعات لاحظ أنني لما أنزل هنا التاريخ هو 24 جولاي. هذا هو التاريخ 24 يوليو ويقول لك التداول اليومي لازم تكون حذر هذه دائما نتكلموها التداول اليومي لازم تكون حذر بانك راح تنفذ صفقات بتاع سكالبين وهنا بنشوف كيف يمكن اننا نستغل قناه التوقعات لصالحنا هذا نيوز كله ظهر على الواحدة واثنين واربعين دقيقة يعني واحدة واثنين واربعين مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة الإسقاط على هذا الشارت خليني أراويك إيش الفكرة اللي موجودة في قناة التنبؤات الواحدة واثنين واربعين دقيقة يعني إحنا نتكلم هنا بالذات يعني. شموع من فئة خمس دقائق أجيب vertical line وأسوي عند الواحدة واثنين واربعين دقيقة تقريبا نتكلم هنا نتكلم أن التوقع كان في هذه النقطة بالذات التوقع ببساطة إيش يقول 745 تقريبا هي 708 745 أنواع نظراً يقول التوقع التوقع كان موجود على أسعار 745 واحد واثنين وربعين دقيقة أنا هنا موجود على الواحد وربعين أنيوار لأنه السياف ديز تختلف في الأسعار حتى إذا اعتبرنا أنه هذه الاستقراء ظهر هنا يعني بتاع الأسهم أو بتاع النازداك هذا الاستقراء ظهر هنا وبيقول لك أنك يمكن تنزل إلى أسعار خمسمائة وثلاثين سعر وثمانين يكون هو التارجت الاولي سعر التارجت الثاني بيكون في وثلاثين ونشوفه حاليا انه النازداك 300 وبالتالي آه انطلاقا من قناة التوقع يمكن تحصل على عملية بيع نظيفة قبل الجلسة الأمريكية بتدخل الجلسة الأمريكية بتخسر الأسهم بتمشي أنت مع هذه الصفقة وتكون أولريدي لو استعملت هذه الصفقة من قناة التنبؤات اليوم لكان يعني لديك حاليا وأغلقت حاليا بأرباح شبيهة بهذا الشيء يعني اللي موجود هنا. شبيهة بهذا الشيء اللي موجود هنا ولكن كيف ننفذ صفقة البيع أولا وقبل كل شيء أنا يمكن أنني أحتاج قلم على أساس نبدأ نشرح في واحد الأفكار المعينة أحضر قلم الإلكتروني ونختبر مع بعض بعض الأفكار اللي موجودة في المضارب أوكي خلونا نبدأ من هاي النقطة أولا وقبل كل شيء أنت في السوق أكيد ما عندك انليميتد. بل عندك limited. يعني عندك رأس مالي منتهي توقف يعني لديك رأس مال محسوب يعني بالدولار لنفترض أنه أنت لديك ألف دولار كرأس مال حالياً إحنا قاعدين نتكلم على كيف اليوم راحين نغطي ثلاث نقاط أساسية أو أربعة إن كان هذا صالح. نتكلم أولا وغطينا سابقاً كيف نستعمل قناة التنبؤات وكيف نقرأ القناة التوقعات حالياً نتكلم على تقسيم رأس المال حتى تتعلم كيف تتعامل مع قناة التنبؤ. انا ننصحك انك ترجع الى هاي النقطة وتشوف هنا في يوم الايام مرتبة على فكرة هنا التحليل اليوم الثاني التحليل اليوم الثالث هنا غطينا قناة التنبؤ باستفاضة فيريد ترجع الى هذا اليوم خلونا نتكلم انه لدي رأس مال الف دولار اول شيء بناخدوه في ادارة الحساب وادارة الصفقات وادارة رأس المال هو هاي الالف دولار كم صفقة تريدها انت لانه عن طريق الصفقه او كم صفقه بتريدها انت بتحدد النسبه المئويه او راس المال الاساسي اللي حتستعمله في كل صفقه كل ما قسمت ألف دولار على صفقات اكثر كل ما كانت النسبه المئويه اللي تدخلها في كل صفقه اقل وهذه راح اشرحها كل ما كانت صفقات اكثر كل ما زادت احتماليه نجاحك في السوق لان المشكل لما تدخل الف دولار المشكل لما تدخل الف دولار مثلا في صفقه واحده في هذه الحاله يمكن هاي الصفقة تعطيك بروفيت يمكن تعطيك لوز، إذا أعطتك لوز فأنت تفقد جميع رأس مالك. أما إذا الألف دولار قسمناها على عشرة صفقات، هنا من الصعب أنك تخسر عشرة صفقات وراء بعضها وبالتالي تفقد رأس مالك. هذا صعب أنك تخسر عشر مرات وراء بعضهم البعض. فبالتالي كل ما زاد عدد تقسيمات رأس مالك الأساسي، كل ما أنت زادت احتماليتك أنك تنجح في الأسواق المالية. لو نأخذ آه هذا الشيء بطريقة يعني بنسمعها كثير وبنشوفها كثير فبالتالي بيقول لك إذا عندك رأس مال من فئة ألف دولار يمكن لك أن تقسمه على مئة صفقة قسمة إقليدية وبتعطيك عشرة دولار في كل صفقة معناته أي صفقة مثلا بتنفذها راح تنفذ الصفقة بمبلغ عشرة دولار إذا أنت تريد خمسين صفقة راح تصبح كل صفقة قيمتها عشرين دولار إذا أنت تريد عشرة صفقات راح كل صفقة تصبح قيمتها مئة دولار ما هي الطريقة المثلى للتقسيم ما فيش طريقة مثلى كلها تجارب الأشخاص والأشخاص اللي لاحقا يتعلموا هذا الشيء من يمكن نبدأ يعني كشيء ستاندر هو مئة صفقة راس مالك بتقسمه على 100 صفقه بيعطيك مثلا 10 دولار اي كي اي 1% 10 دولار من ال1000 دولار معناته ان كل صفقه تريد تدشها داخل الاسواق الماليه بتعطيك 1% يعني راح تستعمل 1% من راس مالك لكل صفقه فبالتالي هذه هي المعلومة الأساسية أو الملخص الأساسي لديك الدولار مثلا بتقسمه على مئة صفقة هذه آه صفقة صادفة هذا رأس مال مئة صفقة بتعطيك عشرة دولار إيش ديل ولا إيش تريد يعني في كل صفقة راح تستعمل عشرة دولار وهاي عشرة دولار أكيد هي الواحد بالمئة من رأس مال الأساسي اللي بنتكلم عليه بيجي هنا القضية كيف يمكن تستعمل هاي العشرة دولار في الصفقة واحد دائما نبدأ بصفر فاصل صفر واحد لوت أول لوت بيكون مكتوب عندك هنا أو هنا أو في البانل بتاع تنفيذ الاوردرات هو صفر فاصل صفر واحد لوت اثنين لا توجد صفقة من غير stop loss and take profit ثلاثة stop loss أهم كثير مرات بيكون أهم بكثير من نقطة الدخول نفسها خلونا ننفذ صفقة بسيطة هنا مثلا وأنا أشرح لك كيف الآلية بتاع تنفيذ هذه الصفقة أه بناخذ مثلا اليوم ناخذ الجولد باعتبار ان الجولد قاعد يرتفع حاليا ناخذ الجولد مثلا بعد اننا نرسم المستويات بتاع المضاربه بتاعنا اللي بنريد اننا بندخل عليها ضيق أه الوقت اللي موجود حاليا يمكن لا يدع لي أه انني نستنى انه يرجع لاي نقطه من هاي النقط فبالتالي راح ندخل بطريقه مباشره باي ولكن اريدك انك تشوف كيف حنفذ الصفقه اولا على اليمين ان يو اوردر بيعطيني البانل هذا اهم شيء في عمليه التداول هو البانل هذا لانه الشراء والبيع لو امسك انا شخص عمره أربعة سنوات وأعلمه الشراء والبيع راح يتمكن انه يعمل شراء وبيع لانه فقط راح يضغط هنا وراح يضغط هنا ما راح يفهم شيء فقط يدخل باي سيل اقول له الخضراء بتشتري الحمراء بتبيع يقول لي اوكي اكلمه اشتري بيضغط هنا ايش الصعب في هذه يعني ما في شيء صعب في هاي العمليه كلها على بعضها ما في شيء الشيء الصعب هو كيف بنتعامل احنا مع البانل نشرح مره ثانيه دائما تبدا ب 0.01 واحد تيك بروفيت موجود هنا ستوب لوس موجود هنا اقول له انني اريد انفذ عمليه الباي وهنا يمكن انني نكتب عشرة حاشرح لكم لما انا كتبت عشرة بهذه الطريقه خلونا نلغي التيك بروفيت حنركزوا في الاول فقط على ستوب لوس فهنا اقول له اذا دخلت انا ب 0.01 لوت اريد خسارتي الكليه لا تتعدى 10 دولار والتي هي المبلغ الذي قررنا اننا بنخاطر فيه في الصفقه تذكر اننا قلنا 1000 دولار قسمناها على 100 اعطتني 10 دولار في كل صفقه فبالتالي هذه الصفقة اللي وقف الخسارة فيها عشرة دولار هذه الصفقة مهما خسرت فيها راح نخسر فقط عشرة دولار ونبدأ التنفيذ ولكن حتلاحظ أن ستوب لوز وين يكون موجود يكون موجود في وان فور أوكي أسوي عملية باي بهذه الطريقة أعمله أوكي أي أندرستاند أوتوماتيكلي بينفذ لي الصفقة هنا وبيضع ستوب لوز بعيد عليها ب دولار او بتقريب ناقص 9.98 دولار اذا هذه الصفقه التي دخلتها حاليا المخاطرة يعني حتى في حال أن هذا السوق نزل وضرب لي هذه المنطقة الخاصة بستوب لوز لا يح أخسر فقط عشرة دولار وهي المخاطرة التي قبلتها أنا من الأول لأنني بعد حساباتي سويت أنا هذا الشيء لاحقا يمكن لك انك تحدد التيك بروفيت في مكان بتريده انت مثلا اذا توقعت ان السوق بيصعد لين هاي المنطقه اللي موجوده هنا يمكن ان تضع التيك بروفيت لاحقا هنا المهم دائما هو ستوب لوز اين هذا هو المخاطر بتاعك او المخاطر اللي بتستوي او المخاطر اللي بتحسبها. نشوف مثال مثلا من قناة التوقع وهذا المثال يمهد لشيء ثاني هذه صفقة في الغاز الغاز يعتبر أصل مالي ثقيل وكبير جدا ويعني ثقيل فبالتالي يمكن أنه ما يتناسب في الأساس مع التداولات بتاع 10 دولار ولكن خلونا نشوف اليورو دولار ليشير مثلا للصعود بنفس الطريقة أنا يمكن أسوي نيو أوردر صفر فاصلة صفر واحد لوت ستوب أنا أريد أشتري أضع هنا عشرة دولار وأنفذ صفقة شراء. فبالتالي الشراء بيكون هنا وستوب لوز شوف وين يكون ستوب لوز بعيد جدا صفقة الشراء بتاعي صحيحة زيرو زيرو لوت ولكن زيرو بوينت زيرو ولكن ستوب بتاعي استوالي بعيد جدا ويمكن هذا السوق لانني هنا استعمل تايم فريم واحد ساعة لو اسويه بخمس دقائق يمكن السوق يجلس يعني ساعات اسويه ثلاثين دقيقة شوف شاهد كل شمعة من هنا هي شمعة ثلاثين دقيقة لو نبي نحسب يعني كم آه كم يعني اخر مرة صعد فيها السوق من هنا الى هنا استغلق استغرق استغرق 7 دايز مكتوبة هنا أقرأ ثمانية كيف سويتها هذا الزائد اللي هنا نقطة الانطلاق ونقطة الوصول آخر مرة صعد فيها هذه المسافة هذه المسافة هي 96 بيب بالدولار هي تقريبا 10 دولار و 8 دايز تقريبا ثمانية أيام أساس وصلها طريقة الدخول بتاعي صحيحة هندسة الريسك صحيح لأنني حسبت أنا الريسك ووضعته بطريقة أنني مهما أخسر راح نخسر عشرة دولار ولكن الفيلوزوفي بتاع الصفقة خاطئة أوكي لماذا الفيلوزوفي بتاع الصفقة لأن ستوب يكون بعيد ويستغرق أيام وأنا يمكن قاعد أشوف أنه فيه سيبورت ريزيستنس هنا فبالتالي يمكن يرد السعر إلى الأعلى ويمكن أنه راح يضرب لي لوز أصلا وهنا بنجيل النقطة رقم اثنين وهو الأدابتين يعني مو كل صفقة أدخلها بصفر فاصل صفر واحد لوت ولكن كيف ندخل الصفقة ندخلها ونغير اللوت بما يتناسب مع منطقة ستوب لوز بتاعي الصورة هنا واضحة بيقول لك أنه ينطلق من وان تقريبا يوصل لل 8.5 تقريبا حاليا 3.4 اوكي there is no problem with that يمكن ينزل الى 810 فبالتالي انا مثلا اريد انفذ هذه الصفقه يمكن انني اشتري هنا واضع ستوب لوس بتاعي تحت 18 مثلا وفي الشارت هذا نفسه زي قناه التوقعات في الشارت هذا لو نجي نتكلم انا بلغه support and resistance لدي support هنا ولدي لي سميته سيبورت لانه كان ريزيستنس كسرته فبالتالي تحول على سيبورت ولدي سيبورت كبير هنا وتقريبا انا اميل ان ستوب لوز بتاعي يستعمل في اسعار هنا اسعار دنيا اذا في هذه الحالة مثلا اقول انني راح ندخل وننفذ التوصية باي هنا والستوب لوز بتاعي يكون مثلا ثمانية صفر ستة مثلا الفوليوم ستوب لوز راح انفذ عملية باي حسب قناة توقعات ثمانية عشرة ثمانية خمسة وعشرين اذا خليني استعمل ثمانية صفر خمسة كنقطة ستوب لوز معناته هذه المستويات يمكن انها بترسل السعر الى الاعلى فبالتالي استعملها لصالحي اكتب هنا ثمانية تدخل له الرقم اللي بتريد ستوب لوز يكون موجود فيه فبالتالي حسبة تستوي ب 0.01 لوت هذا الشيء للمبتدئين لهذا ركزوا معي الله يرضى عليكم راح أدخل عملية باي الفوليوم 0.01 لوت نقطة وقف الخسارة حسويها 1.0805 وهذا عن طريق تحليلي مثلا الفني عن طريق قناة التوقع عن طريق أنه يمكن السعر هذا بدافع على الصفقة ويرسلها إلى الأعلى ولكن لاحظ لما تدخل بهذه الطريقة وقف الخسارة بيصبح فقط ناقص ربع دولار تخيل أنه شخص عنده رأس مال بتاع عشرة ألاف دولار كل صفقة يبحث عليها عساس خاطر بواحد بالمئة فكل صفقة تستوي فيها المخاطرة بمئة دولار لو يستعمل واحد لوت المخاطرة حتستوي فقط بناقص 4 دولار وأرباحه كذلك بتستوي قليلة لماذا؟ لأن الأرباح المخاطرة وجهان لنقطة واحدة فبالتالي إيش يمكن يسوي هنا؟ ببساطة يمكن يبدأ بيزيد اللوت حتى يتناسب مع الخسارة ومع المخاطرة المخاطرة هي الخسارة في السوق اللي هي 100 دولار يمكن يوصلها إلين لما اسوي تقريبا اثنين اثنين يمكن ان المخاطرة تستوي بهاي الطريقة ناقص تسعة وتسعين دولار فهذه هي الفكرة الاساسية في هاي النقطة بحرك اللوت بيزيد اللوت بحيث ان الخسارة او المخاطرة بتستوي ناقص مئة دولار حسب الواحد بالمئة من عشرة الاف دولار وتستوي في هذا السعر اللي حددناه عن طريق الفني بنشوف وين قناة التوقع وتقول أن الأرباح بتاعي يمكن أنها ثمانية ثمانية فايف فيمكن أنني أدخل هنا تيك بروفيت ثمانية ثمانية فايف بهاي الطريقة وتصبح الأرباح بتاعي المتوقعة في هذه الصفقة اللي دخلناها صفر اثنين وعشرين سبعة وسبعين دولار وأسوي باي وهنا نحصل على صفقة مبنية على أسس في التحليل بقناة التوقعات وحتى التحليل الفني إذ هذه كلها تعتبر مستويات مهمة هنا ومن شأنها أنها بتدعم الأسعار للصعود فبالتالي أنت تدخل صفقة بتهندس الخسارة بتحرك اللوط بتقسم حسابك و بتهندس صفقة بهذه الطريقة فهذا هو الشيء اللي أردنا أننا بنغطيه اليوم تقسيم الحساب على حسب طريقة تداولك إذا قسمت الحساب على مئة ويكون عندك مثلا مئة دولار على مئة يمكن رأس مالك مئة دولار وتقسم على مئة يمكن الحسبة هذه ما تكون مضبوطة لأنه بعض الأصول المالية حيكون كبير مثلا الغاز وما يمكن أصلا أنك تنفذ عليه صفقات يعني بالطريقة اللي تريدها أنت وبهندسة التحليل الفني اللي بتريدها فبالتالي احنا نتكلم دائما أه ما نتكلموا دائما على هذا نتكلموا دائما انك بتشوف كيف تخلي في كل صفقه على الاقل عشرة دولار يعني ان صح التعبير يعني تعمل بهذا المنطلق فهذا هو اللي بنغطيه اليوم راس مال اكس عادة دائما الأشخاص بيتكلموا على أنك بتجعله في مئة صفقة إذا كان الرأس مال صغير في الأساس عملية أصغر فبالتالي يمكن أنك تقلل عدد الصفقات إلى ثمانين إلى ربعين صفقة إلى ثلاثين صفقة بما يتناسب مع حجم المخاطرة اللي تنتج لك لاحقا كذلك استعمل قناة التوقعات لأنها بتسهل وتدعم قراراتك إذا أنت بتشوف نزول معين إذا أنت بتشوف صعود معين تحليل فني موجود الخبراء هم اللي يقدموا هاي التوصيات فبالتالي جميل جدا أنك تدعم رؤيتك في المجال وتدعم طرق أو طريقة تداولك في المجال وطريقة استثمارك في المجال عن طريق قناة التوقعات نازل اليوم تحليل جولد أو لا خلونا فقط نراجع إذا فيه نعم نازل جولد من ربع سبعتاش ويتوقع ربع ثلاثة وأربعين بالتقريب حاليا وعشرين يعني ما اخذ بالصعود محتشم يعني صعود حتى ما هو صعود كبير هو فقط صعود محتشم أه لحد الساعة وكذلك دائما بنقول انه اخذ الارباح ووقف الخسائر هي طريقك للنجاح في هذه الصفقة مثلا وقف الاخذ في الخسارة حطيناها بطريقة تحليلية وين يمكن أنني أخذ الأرباح خلونا بنشوف هذا السيناريو إذا كنت أنت من الناس اللي تعرف تتعامل مع الدعم المقاومة واضح جدا أنني هنا كان عندي واحد دعم اثنين ثلاثة أربعة تم كسر الدعم فبالتالي فيه احتمالية أنه يقلب مقاومة وهذا هو مبدأ تبادل الأدوار في الأسواق المالية الدعم يصبح مقاومة المقاومة تصبح دعم الأريا بتاع الشراء تصبح للبيع البيع يصبح شراء يعني عمليات قلب مستمرة فبالتالي في سيناريو بتاع أن السوق مثلا ينطلق يضرب في هاي المنطقة وبيرجع إلى الأسفل وانت أخذ الأرباح بتاعك موجود على هذا السعر يعني السوق يمكن يصعد ما يضرب أو ما يوصل لأخذ الأرباح بتاعك وبينزل لهذا إذا كنا نضع ستوب لوز بطريقة تحليلية وبطريقة حسابية على الأموال اللي بنريد أن نخاطر بها فالتيك بروفيت كذلك يوضع بهذه الطريقة بحيث أنني لو أخليه في هذه النقطة يمكن ما أحصل على أرباحي مثلا أو تحدث لي سيناريو بتاع أنني نضرب هذا المستوى بأرجع بعدين أرجع بعدين أصعد إلين بعد فترة زمنية أنني أوصل فبالتالي يمكن لني أنني أقرر عن طريق نظرتي للتحليل بما أن قناة التوقعات بتقول أنك هتصعد في السعر فبالتالي وعطاتك الليفل الثاني هذا فالليفل الأول كان أقل فبالتالي يمكن أنني أنزل التيك بروفيت إلى هاي النقطة لأنني لا آمن بمجرد أنه يلمس هاي النقطة يمكن أنه بيتراجع بقوة وهذا كيف يمكن أنك تهندس أخذ الأرباح كذلك على حسب التحليل اللي انت عامله في الأسواق بنشوفه أنه التيسلا مشاكلها كبيرة التيسلة. الأسواق اللي تشتغل فيها أصبحت صعبة نوعاً ما بدأت ترجع قيمتها الفعلية احتدمت الصراعات في أسواق السيارات الكهربائية تشاينا من هناك توفر لك سيارات بالطير مقابل 2 دولار وبتنافس على الاسعار وعلى الكوانتيتي وعلى التنفيذ شركات الشاومي والبي واي دي وغيرها من الشركات هذا اللي يخلي يمكن تسلا تتقهقر نوعا ما الى الوراء رجوع تسلا الى الوراء بيدفع كذلك ايلون ماسك للخسائر بليونير اندكس آه من بلومبرغ او حتى من فوربس يعني باللي يساعدك ولكن يمكن تلاحظ انه آه هنا بيعطيك آه الأغنى أغنياء العالم وكيف تتحرك ثروة بتاعهم عندي هنا ما يسمى Last Change وحتى في هذه في الفوربس بليونير بليونير ليست فيمكن نشوفه أنه صراحة إيلون ماسك ما زال هو الأول ولكن 233 والآخرين كم قايلين بلومبرغ هي شركة معروفة لديها سيستم بتاع تنفيذ أوامر ولديها سوفت وير وإلى غيره فبالتالي الحسابات تقريبية يعني بين هذا الموقع وهذا الموقع as of 24 في التحديث يمكن يكون غدا هذا اللي موجود هنا هو حتى غدا بينزلوا التحديث الجديد فبالتالي يمكن أنني نستعمل Uh, هذا الويب سايت الثاني بتاع فوربس إيلون ماسك اليوم لاست تشينج ناقص 14 مليار دولار من ثروته بسبب مثلا أن تيسلا تدفع بناقص 12% حاليا معروف انه لديه اسهم اسهم كثيره في شركه تيسلا جيف بيزوس الثاني كذلك يخسر لانه شركه تكنولوجيا برنارد ارنولد موجود في المرتبة الثالثة كان كان لي فترة محترمة في الأول يعني لاري مارك زيجربرغ صديقنا بتاع جوجل برين، وارن بافت وارن بافت ما تخافوا عليه لأنه لم حتى لما يخسر ما يخسر زيهم المحفظة تاعو متنوعة يعني يمكن أنك تلاحظ أن هذا خسر 14 4 8 ثلاثة سبعة سبعة ستة كلها بالمليار دولار هذا خسر فقط نص مليار دولار أه والسبب هو أن الصندوق والأصول المالية بتاعه متنوعة كثير وموجود كذلك بيل جيتس في المرتبة التاسعة ستيف والأمباني كذلك موجود في المرتبة رقم 11 أه لاحظ اننا وصلنا لزمان وهذا صديقنا بتاع الانفيديا لاحظ اننا وصلنا الى زمان عندك مئة مليار دولار بيجي مرتبة تاعك 15 في العالم كدليل على الثروات الكبيرة الموجودة حاليا في العالم وهذه نظرة مثلا على اليوم يعني best winners and best losers واحد من أكثر الناس اللي خسروا أو أكثر واحد خسر ثروة اليوم هو أه إيلون ماسك أما الجماعة للفوق يعني ماشي أمباني والله ماشية معها الأمور يعني هذا أول ملياردير الهندي اللي سوى عرس الإبن وعرض فيه مشاهير وكذا فعنده كذلك قاعدة مالية قوية جدا آه يمكن أنني أو تطرحوا علي الأسئلة في حال أن هنالك أسئلة موجودة في حال أن آه يعني تريدون أنكم تطرحوا أسئلة بنشوف أن الجولد. جرب انه يسترجع من النزول بتاعه الكبير جرب انه بيدفع الى الاعلى ولو بشكل قليل على العكس ناسداك سلم نفسه للاسفل كان يوحي هنا انه يريد انه يدفع نفسه الى الاعلى هنا كان يوحي انه يمكن انه يبدا عمليه صعود مره ثانيه ولكن الاسهم التك... جوجل ناقص خمسة بالمئة ولكن الاسهم الامريكية كان لديها رأي اخر خسائر عظيمة قبيل الانتخابات الرئيس... الرئاسية هل للانتخابات الرئاسية علاقة بها والله ممكن ممكن ثاني بشكل كبير وبالتالي بنتابع اليوم وبنكمل بنتابع الأسواق بتاع الأسهم وغدا كذلك بنراجع مرة ثانية الأداء وبنتكلم أكثر على الحركات اللي موجودة ما يهم أصلا اليوم هو أنه رأس مالك مهما كان رأس مالك مئة ألف دولار أو عشرة آلاف دولار ديمو أكاونت أو ريال أكاونت أساس أنك تتدرب بشكل صحيح بتقسمه إلى صفقات محسوبة في كل عملية تداول إذا بتريد أنك تشتري من مكان وتبيع في مكان آخر الأويل مثلا بيبالك لك أن الأويل صاعد فأنت تبدأ تعمل تنفيذ نيو أوردر بتهندس الصفقة بتاعك أخذ الأرباح لاحقا أن يمكن أنك تضعه المهم أين تضع ستوب لوز مثلا تختار أنك تضع ستوب لوز عند ثمانين دولار لأنه تقريبا وصل هنا وبدأ يرتفع فبالتالي أو تسوي تسويه هنا ثمانين تسعة وسبعين. بمجرد انه يكسر لك هذا القاع يمكن تاخذ فلوسك وتمشي بيعطيك ناقص 12 دولار هنا تبدا القضيه اذا انت بتريد تخاطر ب 120 دولار راح تضطر انك ترفع اللوت بتاعك لين توصل تقريبا الى 120 دولار تقريبا 009 لوت بتنفذ الصفقه بتاعك دخول الصفقه بهذه الطريقه ستوب لوز تحت المنطقه هاي تقريبا في هاي المنطقة يا بروفيت يمكن عن طريق تحليلك بتشوف انه المنطقة هاي صعبة فبالتالي يمكن انك بتقرر انك تاخذ ارباحك في هاي النقطة وهكذا بتتم الصفقة شرح للماركت بروفايل اند اوردر بوك يمكن اغطيهم غدا, غدا بسرعة اوكي الاوردر بوك اولا ما هو متوفر على منصات مثل ميتا تريدر 4 ميتا تريدر 5 اند اكستيشن ما متوفر الاوردر بوك على هاي المنصات وحتى الماركت بروفايل ما متوفر في الاساس على هذه المنصات في الاساس ما متوفر على هاي المنصات فبالتالي يمكن غدا نذكره يعني كمدخل لهذه الادوات في عجاله وتبدا عمليه البحث ترجع للمتداول نفسه أن المتداول هو اللي يبحث هو اللي يأخذ فكرة أكثر شمولية وهو اللي يبذل مجهود فبالتالي الأوردر بوك الماركت بروفايل بنغدهم على تريدين فيو نعم يمكن بنحصلوا أداة الماركت بروفايل في تريدين فيو يمكن كذلك أننا نحصل آه, لا الأوردر بوك مو بالشكل الاحترافي حتى تريدين فيو ما عنده أوردر آه, بوك بشكل احترافي يعني آه، إن صح التعبير آه، كيف أوكي يمكن أننا نستعمل شارت من 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 هذا الشيء هنا ونرجع به مرة ثانية آه، هذا بيظهر هنا هي اداه او هذه بلاتفورم اخرى بتدعم هذا النوع من الادوات فبالتالي مش تقريبا تقريبا شكل الماركت بروفايل العام هذه هذه هي اداه الماركت بروفايل هذا هو شكلها اريد اغطيه اليوم قبل الغد من جهه هذه الاداه من جهه بتشرح تحركات الاسعار هذا هو السعر كيف قاعد يتحرك حاليا ومن جهه اخرى بتشرح الفوليوم اللي بيقابل تحركات الاسعار هذه فبالتالي هنا بنشوفوا انه الاسعار نازله وهنا بنشوفوا اماكن تجمع الحجم لماذا يمكن بعض المتداولين يبحثوا دائما على اماكن تجمع الحجم لانه ببساطه كبار المتداولين بينفذوا صفقات كبيره جدا وبالتالي يظهر الحجم بتاعها ويمكن حسابها يعني مثلا لو نفتح بهاي الطريقة بنريد مثلا أننا نعرف كم تم في بداية الجلسة كم الحجم الذي تم تنفيذه في هاي النقطة قبل النزول يمكن أنك يعني فيها أدوات بتأهلك أنك تحسب يعني بهاي الطريقة ويمكن يعني نتكلم يعني أنه بيقول لك أنه مكتوبة هنا بال باللون البنفسجي ان توتال فوليوم كان 187 الف لوت في الشمعة خمس دقائق فبالتالي خمسة عشر خمسة عشر, عشر, عشر عشرين خمسة وعشرين دقيقة من مؤشر الاس بي 500 في بدايته مع الدفعة مع ظهور هذا الفوليوم تقريبا تم تنفيذ 187 الف لوت وهذه النقطة تشير إلى أنه يمكن هنالك بائع كبير كان موجود هناك فهذا هو إن صح التعبير اختصار آه، لماذا او لماذا الاشخاص بيستعملون هذا النوع من الادوات بتاع الماركت بروفايل الفوليوم بروفايل وغيرها من الادوات آه، فيما يخص الاداه الثانيه التي تسمى الاوردر آه، بوك يمكن كذلك اننا نتكلم عليها في يوم اخر او غدا يمكن اننا نتكلم عليها باختصار شديد اظن آه وزي زي ما قلنا انه تريدين ان فيو ما يوفر آه ما يوفر, آه ما يوفر آه اداه احترافيه للاوردر بوك على حسب اخر مره طلعت عليها يمكن هذا النوع من الادوات بيغطى هنا في مركز ويلث ولكن في كورس لوحده لانه آه لازم بيكونوا عندنا الادوات ولازم نشتغلوا على الكورس ففيه كثير امور نحلوها قبل اننا بنغطي هاي الادوات ولكن في قادم الايام ان شاء الله يمكن تغطيه هذه الادوات هنا في مركز رياض للتدريب والتطوير كان معكم مدرب زياد واراكم قريبا غدا ان شاء الله تعالى والسلام عليكم